من قتل إصباح؟ إصباح مهدي التي توفيت تحت التعذيب في منطقة حراز بصنعاء، ومن هم الجناة الحقيقيون؟ أبوها وإخوتها؟ أم هي القوانين اليمنية؟ أم هي جريمة يتحمل وزرها المجتمع بأكمله؟ أهلا بكم. هزت قضية طفلة إصباح مهدي المجتمع اليمني، وانتشرت تفاصيل قصتها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام. إصباح طفلة في 16 من عمرها، أقدم إخوتها على تعذيبها وقتلها بأوامر من والدهم المقيم في المملكة العربية السعودية على خلفية اتهامات لها تتعلق قيل بالشرف. بعد خروج القضية للرأي العام، أقدمت الأجهزة الأمنية على تحرير محضر جنائي بالقضية واعتقال إخوتها المتهمين بارتكاب الجريمة، فيما يخشى البعض من مخاوف عدم معاقبة القانون اليمني وإطلاق سراح مرتكبي الجريمة، مثل ما حصل من قبل لضحية السميحة الأسدي وغيرها. إصباح مهدي ضحية لأكثر من طرف، القانون والمجتمع والعادات والتقاليد التي تسمح للافتات الشرف والعار ترتكب تحتها أفضع الجرائم، والضحية غالبا هي المرأة. إلى متى سيظل القانون اليمني يحمي المجرمين ولو كانوا بدرجة الأقارب؟ وهل ستموت قضية إصباح وسميح الأسدي ومآب لتستمر قائمة الضحايا دون موقف حازم من المجتمع المدني والسلطات الرسمية؟ من لكم ماتت 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 وماتت. من قال أن تضربكها يا حمرة؟ والله لا اسمع واحد يفتح فمه ولا تقولوا بسم ولا تقولوا بسم. اخفوا السم اخفوا السم، خلاص خلاص اخفوا السم. تمام يا ابطال، عشان انتوا رجال بالبيت وانتوا كلكم انذال. هذه قالت معها بعد ان اصدر اوامره لابنائه بقتلها، يحاول والد الضحية إصباح اخفاء ملامح جريمة القتل والادعاء بان الطفلة ماتت جراء شنق نفسها في غرفتها. إصباح يحيى مهدي طفلة في 16 من عمرها من منطقة حراز بمحافظة صنعاء، تعرضت للتعذيب والقتل في منتصف فبراير الماضي من قبل 3 من إخوتها بتعليمات من أبيهم المغترب في السعودية على خلفية ما يدعون أنها قضية شرف وزعمهم بأن لها تواصلاً مع أحد أبناء المنطقة. تفاصيل الجريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صور تظهر إرغام إخوة إصباح لها بتجرع السم، وأخرى تظهر تعرضها لعملية ضرب وتعذيب بشعة طوال شهر كامل قبل وفاتها بحسب المعلومات. جمال يحيى أحمد حمدي أخو الشهيدة إصباح يحيى أحمد حمدي. تمام، أدلكم على القضية بالشكل التفصيلي. أختي قتلت ظلما وعدوانا، ليست قضية شرف كما يدعي البعض أو كما فهم البعض الموضوع بشكل مغلوط. القضية ليست قضية شرف، الموضوع ما فيه أن أختنا هذه أرادت أن تطلع عندي أنا وأخي صنعاء، لأنها كانت عايشة عندهم تحت التعذيب، يعذبونها وحاطينها خدامة لزوجاتهم، أحرموها من حقوقها، أحرموها من المدرسة، يعذبونها ليل ونهار. هذا جمال مهدي شقيق الضحية إصباح، يتحدث عن تفاصيل الجريمة التي ارتكبها والده وإخوته بعد أن تمكن من رؤية شقيقته وهي ميتة وعلى جسدها آثار الضرب والتعذيب، حيث قام هو وأهالي المنطقة بإبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بتشريح الجثة وعمل محضر بالجريمة بأمر من أبوهم يحيى أحمد يحيى مهدي، ومتواجد حاليا في مكة وهارب من العدالة، ولدينا الأدلة والإثباتات متواجدة. فقتلوها وعذبوها وعزروها وأحرموها من الأكل والشرب لمدة نصف شهر وهي تتعذب. يرى كثيرون بأن الطفلة إصباح ليست ضحية والدها وإخوتها فحسب، بل هي ضحية المجتمع أيضا بدرجة أساسية. فالقانون اليمني مثلا لا يقيم القصاص بحق الجاني إذا كان أبا أو أخا، كما حدث مع سميحة الأسدي التي قتلها شقيقها داخل قاعة المحكمة بصنعاء عام 2018، ليخرج بعدها حرا طليقا بعد عفو والده عنه، وحوادث أخرى تكشف حجم الخلل في التشريعات اليمنية.
الكثير من العادات السيئة ونصوص الموروث لا تزال تكرس الظلم وتوفر مبررات لارتكاب الجريمة في المجتمع دون مراعاة لقيم العدالة وحقوق الإنسان، لتبقى حقوق النساء اليمنيات على وجه الخصوص طي الكتمان تحت لافتة الشرف والعار. ونبدأ النقاش في تفاصيل موضوع حلقة اليوم مع ضيفتي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المؤقتة عدن، الأستاذة فالنتينا عبد الكريم، مدير دائرة العنف الأسري. أهلا بك أستاذة فالنتينا. أهلا وسهلا. كيف تابعتي قضية مقتل الطفلة إصباح مهدي، وما هو الملخص لهذه القصة التي من خلالك يمكن أن نعطيه ونقدمه للمشاهدين اليوم؟ طبعا أنا مثل الآخرين تابعنا قضية الطفلة إصباح الذي قاموا بإعدامها أخوتها للأسف الشديد بتوجيه من والدها، لكن اسمح لي بس أتكلم بشكل عام لأن إصباح ليس الأولى ولن تكون الأخيرة. فيجب أولا أن يكون هناك الكثير من القوانين التي يجب أن تعدل أو القوانين التي يجب أن تضاف إلى النصوص القانونية في الدستور اليمني في الحفاظ على حياة الإنسان، أكان رجل، امرأة، ابن، بنت، بأي كانت من جرائم التي ترتكب في وقتنا الحاضر. طبعا العنف الذي استشرى في البلد يعني كان من سابق نوعا ما كان بشكل خفيف، لكن اليوم أصبح العنف كبيرا جدا، تتلقاه المرأة، تتعرض له، أكانت امرأة قد عدت سن 18 سنة أو طفلة تتعدى حتى 8 سنوات 10 سنوات بأشكال وأنواع من العنف. طبعا المشكلة الآن الذي حصلت لأصباح للأسف الشديد هي حصلت الآن، لكن ماذا بعد؟ إيش نتوقع؟ هل ستكرر القضية؟ ستتكرر لطفلة أخرى؟ طبعا هذا يعود على الدولة، متى ما صانت كرامة الإنسان، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وحدد بكل شرائعه متى يعاقب الإنسان، متى يتخذ ضده أي إجراء، لكن أحيانا العادات والتقاليد هي تتحكم للأسف الشديد. يعني قضية أصباح هزت المجتمع اليمني من شماله لجنوبه من شرقه إلى غربه، لكن نتمنى أن لا تتكرر. هناك أنظمة، هناك قوانين، نحن لسنا حيوانات. طيب، نحن بشر. طيب سنتحدث عن هذه التفاصيل. وكرمنا. طيب أستاذة سنتحدث عن هذه التفاصيل. هزت المجتمع وأصبحت قضية رأي عام لأنه بعض الناشطين تناولوا هذه القضية. أنت تعرفي أنه كان حدثت هذه القضية في فبراير، يعني ربما قبل أكثر من شهر، لم يكن أحد سيعرف بهذه القصة أيضا وهذه القضية. طبعا القضية انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا واحدة من اللي قرأت القضية هذه. أيوة، يعني لا دولة موجودة، لا أجهزة يمكن أن ترصد هذه القضايا، يعني لولا وسائل التواصل لما كان أحد عرف بهذه القضية. طبعا اليمن للأسف الشديد تحت وطأة الحرب والانشقاق. اليمن للأسف الشديد الشعب اليمني كله يعاني بسبب الحرب، بسبب الاقتتال الأخوي، بسبب أصبحنا كأنه مناطقية طائفية، لا دولة، لا أحد يسير البلد، أصبحت البلد في مهب الريح، وهذا شجع الكثير أنه يسير نحو العنف دون خوف أو رادع من أحد. ولهذا يجب أن يصحى الناس، يجب أن يصحى الشعب، يصحى الأطراف المتنازعة. كفى حرب، قتل الناس أكانوا بجرائم مختلفة أو قتل بنتيجة الحرب، باقتتال الأخوة، حمل السلاح للأطفال حتى. طيب فمتى سيصحى المجتمع؟ متى سيصحى الأطراف؟ طيب اسمحي لي قبل أن نكمل،
معك أرحب بضيفنا عبر الهاتف، وهو شقيق طفل الضحية إصباح مهدي، ينضم إلينا عبر الهاتف الأخ عبد العزيز مهدي. أهلا بك أخ عبد العزيز. أهلا بك، حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك وعظم الله لكم الأجر في وفاة الضحية إصباح مهدي. هذه الحلقة مخصصة للتضامن مع إصباح، وأيضا لنكشف للمشاهدين تفاصيل هذه القضية، وكيف أسهم المجتمع وكيف أسهمت الدولة في حدوث ما حدث لإصباح وإمكانية أن يحدث لأخريات. فأنا أرجو منك أن تشرح لنا بداية تفاصيل القصة التي حدثت لشقيقتك إصباح مهدي حتى تتضح الصورة للرأي العام اليوم من خلالكم كأسرة. نعم يا أخي، هذا أختنا وداخل قصة، وما زال أنهم قتلوها أخوانها أمر من أبوهم، وتقارير عندكم والبعثات عندكم. طيب، ما طبيعة أنتم الآن كإخوة وأشقة؟ نريد أن نفهم أولا، إصباح هي طفلة يقال أن عمرها 13 عام وآخرين يقولون 16 عام، هي إخوة، هم إخوتها من الأب والأم؟ تفضل. اللي قتلوها نعم هم إخوتها من أبوها وأمها. أنت شقيقها من الأب فقط؟ من الأب نعم. كم عمر إصباح؟ 13 هذا الحقيقة، واللي عملوا بالتقارير ويعني عملوا على كلامهم ما أدري كيف. طيب لماذا قتلوها؟ والله هم قتلوها السبب الحقيقي، هم ادعوا ان هي قضية شرف، وهذه البنت يعني انا اتقسم ان لو ان ما لها في اي شيء في الشرف، البنت هذه اشرف من الشرف، بس هم اتهموها بالباطل. طيب هل اتهموها بالباطل؟ تمام، اثبتتم ذلك من خلال تقرير طبي صحيح؟ نعم. الوالد حرض أبناءه على قتل البنت لماذا؟ يعني ما هي الدوافع؟ نعم، ها نعم، احنا حصلنا على اثباتات من جوال القاتل، من جوال اخوها. طيب الان القضية الى اين وصلت يا عبد العزيز؟ القضية وصلت الى النيابة. والإخوة الثلاثة المتهمين بالقتل موجودين في السجن. طيب بالنسبة للأب، هو متواجد في المملكة العربية السعودية بحسب معلومات كان ذكرها أخوك جمال في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موجود في المملكة العربية السعودية، هل تم التواصل مع الجهات اليمنية الرسمية المتواجدة هناك والمطالبة بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه؟ والله هذا الشيء لسه ما قد حصل. طيب كلمة أخيرة تريد إيصالها أو رسالة من خلال البرنامج؟ نعم، احنا انا نطالب المجتمع ونطالب الرأي العام ونطالب النائب العام بتحريك القضية. القضية اصبحت رأي عام، احنا نطالب بتحريك القضية. طيب لماذا تطالب بتحريك القضية؟ هل هناك أي محاولات لإخراج الجناة من السجن؟ لأنه سمعنا أنهم كان ربما تم إخراجهم. هم كان في يعني في محاولات، بس بأسباب أنه هذا المرض الكورونا، بس مش القاتل، الآخرين. طيب عبد العزيز آخر سؤال، التقرير الطبي، ما الذي أثبته التقرير الطبي عن طريقة القتل والوفاة؟
هذا هو لسه ما طلع التقرير التشريح، ما طلع لسه. احنا نطالب بسرعة تقرير التشريح بسبب الوفاة. طيب شكرا جزيلا لك عبد العزيز مهدي شقيق الضحية، اسمح شكرا جزيلا لك. عود للأستاذة فالنتينا إذا كان لك من تعليق على ما استمعت إليه من حديث الأخ عبد العزيز. طبعا أحرى التعازي قدمها لأسرة القتيلة لشقيقها، وحتى وإن بعدوا عن عدالة الأرض فالله سبحانه وتعالى موجود، عدالة السماء موجودة. فقط أقول إنه ليس بالوشاية تقتل الأبناء أو يقتل الأبناء أو تقتل البنت، ليس بالوشاية. أو كان حتى لو كان الواقع فيه هناك إجراءات، في الله سبحانه وتعالى أعطانا الكثير من القوانين في كتابه الحميد. فما حدث في صنعاء، ما حدث في هذه المدينة على أصباح أتمنى أن لا يتكرر. أتمنى أن يتخذ الإجراءات الصحيحة في معالجة أي قضية، ليس بالقتل. القتل ما هو بمعالجات. أنا مستغربة على الأب في مكة وهو يوحي لأولاده بقتل أختهم، فبأي عقلية هذه؟ ما التفسير؟ ما التفسير برأيك؟ قد يكون أحيانا الشيطان، ولكن ليس تبرير بهذا. طيب برأيك نفسيا يعني، نعم؟ أيضا ما التفسير الذي يجعل الأب يطلب من أشقاء أن يقتلوا أختهم؟ يعني للأسف الشديد أحيانا الثقافة تلعب دور للأسف الشديد. وأكيد تم الضغط على الأب بكلام قد أغضبه، قد خرجه عن طوره الحقيقي كإنسان، لدرجة أنه يوحي لأولاده بقتل أختهم. فماذا يتوقع هذا الأب من الأبناء؟ طيب أستاذة فالنتينا، تقولين أنه يجب، أن هناك قوانين اليوم في مواد في القانون اليمني يجب أن تعدل وأن تضاف مواد أخرى حتى يتم إنصاف هؤلاء الضحايا. ما الذي يجب أن يعدل من القانون وترين أنه كمواد هو لا يأتي في صالح الضحايا؟ مثل ماذا؟ لا أقدر الآن أن أوصف لك القوانين لأنها كثيرة. اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية تقدموا إلى مجلس النواب بطلب تعديل الكثير من القوانين، إضافة بعض القوانين الأبرز، أيضا إلغاء بعض القوانين التمييزية ضد المرأة. ونتمنى عندما تأتي الدولة أن ينظر في هذا الجانب بشكل صحيح. في بالي أيضا قانون وهو يحز في نفسي أن يكون متواجد، اغتصاب النساء، اغتصاب الأطفال. يعني إذا ما توفت أو ما قتلت في 3 سنين إلى 7 سنين، هذا إيش يعمل؟ هذا يشجع، هذا لا يعمل عملية معاقبة حقيقية للمغتصب. فالمفروض هذا أحد القوانين الذي نطالب بتعديلها. أيضا القوانين الأخرى التي رفعت بمصفوفة إلى مجلس النواب يجب النظر لها وأن يتم اعتمادها لمصلحة المجتمع وليس المرأة لوحدها. طيب المرأة أولا هي نصف المجتمع. ربما هناك أستاذة فالنتينا الآن إجماع أن قضية إصباح لن تكون الأخيرة، ستستمر هذه القضايا. طبعا إذا تم التشجيع على أنه لا تتخذ الإجراءات فلن تكون الأخيرة للأسف الشديد. طيب برأيك ما الذي ضحية أفكار عادات وتقاليد، لكن إذا تمسكنا بديننا الإسلامي الحنيف والله إن الله سبحانه وتعالى قد أنصف المرأة وأنصف الإنسان بشكل عام. بس نتبع الدين، نتبع القوانين الموجودة في القرآن الكريم، سنكون من أفضل الأمم كما هي اليمن أفضل الأمم إن شاء الله، ويرفع عنا البلاء والوباء إن شاء الله، وأن يحقق لهذا البلد الطيب الاسم الذي افتقدناه اليمن السعيد. أكان طيب بقوانين، لكن نحن ندعو الله سبحانه وتعالى فقوانينه هو العادلة فقط. طيب ونتمنى أن الدولة تعيد النظر. إلى متى برأيك؟ وكل التضامن مع إصباح، ونتمنى أن لن تتكرر هذه القضية. طيب برأيك إلى متى سيظل
المجتمع يعتقد أنه من حق الأخ أو الأب قتل ابنته إذا ما تعلق الموضوع بالعار والشرف، يعني هل يمكن وضع حد لهذه المأساة؟ طبعاً الله سبحانه وتعالى جاب كل القوانين في القرآن، يرجعوا إلى القرآن، لم يعطى الحق للأخ أو الأب بقتل الابنة، هذا الكلام مش موجود. هل فعلاً القانون تعالى عادل؟ هل فعلاً القانون اليمني يشرع ذلك أو يساعدهم على فعل ذلك؟ لأنه البعض مثلاً ينظر لقضية حصلت سابقاً للأخت سميحة الأسدي، هي داخل محكمة في صنعاء قتلت، قتلها أخوها قيل بتحريض من أبوها، ومن ثم الأب قام بالعفو عن الابن. طبيعي القانون يعطي الحق للأب بأنه يسامح بهذا الجانب، لأنه هو يعتبر ولي الأمر وإيش يسموه يعني ولي الدم، فمن حقه أن يسامح، لكن نتمنى أن تعدل هذه القوانين بما يتناسب مع شريعتنا الإسلامية السمحاء، وليس تشريع ذكوري في أن تكون المرأة هي دائما السلعة وهي دائما طيب الضعيفة. في ظل الوضع الحالي والقوانين الحالية الموجودة في البلد، برأيك إلى أين يمكن أن تنتهي أو أن تصل هذه القضية، قضية إصباح؟ ما المتوقع في قضية إصباح؟ إذا هو حتى الآن وحتى اللحظة بعد مرور تقريبا أكثر من 50 يوم يقول شقيقها أنه لم يصدر تقرير بتشريح الجثة أيضا. للأسف الشديد يا أخي العزيز، مثل ما قلت لك القوانين ضعيفة، لكن أتمنى أن يسيروا وفق الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي سيعطى حق لهذه البنت الضعيفة التي قتلت بذنب التي ليس لها ذنب أصلا، ولكن للأسف الشديد هذه لا يرضيها الله ولا الناس، فأن تقتل بنت لمجرد الإشاعة أو لمجرد الاشتباه، فهذا حرام حرام حرام. كيف رضى لأولاده الثلاثة أن يقتلوا أختهم، بكرة سيقتلوا غيره وغيره، طالما قد ذاقوا طعم الدم في قتل أختهم فكيف للآخرين؟ فأتمنى أن القضاء يسير بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأخذ حق لهذه البنت الضعيفة. أشكرك جزيلا أستاذة فالنتينا عبد الكريم، مدير دائرة العنف الأسري في اتحاد نساء اليمن، كنت معنا من عدن عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. وعبر الهاتف تنضم إلينا من عدن الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، أهلا بك أستاذة مها. مرحبا، أهلا فيك وأهلا بالجميع. قضية الطفلة الضحية إصباح مهدي ليست الأولى في اليمن ولن تكون الأخيرة وفق الوضع الحالي والواقع الموجود الآن، ما هي الأسباب بداية برأيك لتكرار هذه القضايا؟ أولا خلينا نتحدث عن موضوع الواقعة باعتبارها هي ليست حديثة العهد، وإنما معتاد على ممارسة مثل هذه الوقائع في حق وارتكاب مثل هذه الانتهاكات في حق الفتيات أو النساء بدافع جريمة الشرف، وفي إطار ممارسة مجتمعية بدءا من الأسرة التي تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم، والتي في الأساس وضعت النساء فيها رهن حياة النساء وحتى حياة الفتيات رهن تصرف الأسرة في النظام الأبوي باعتبار حق التصرف أيضا في للبقاء على قيد الحياة من عدمه. وأنا أعتقد أنه ما حدثت في هذه الواقعة هي لم تختلف الظروف الحالية عن ما كانت هي موجودة سابقا، خاصة في ظل سكوت والتجاهل لمثل هذه النوع من الجرائم. سبق لنا التحدث وسبق عمل الدراسات والتقارير وعمل الرصد والتوثيق لمثل هذه الجرائم ومتابعتها من وقت مبكر، ولكن من الواضح جدا ان التعامل في اطار تفاعلي مع مثل هذه الجرائم هي تاتي في سياق تخاذل
يعني متعمد في حماية النساء والفتيات من مثل هذه الجرائم. طيب يسمح طيب أستاذة مها، أستاذة مها، اليوم من خلال هذه الحلقة التي هي تعتبر بمثابة التضامن مع إصباح مهدي الطفلة الضحية وغيرها من الضحايا، كيف يمكن أن نعمل من خلال هذه الحلقة أو من خلال دور الإعلام لتحقيق العدالة في هذا الملف؟ أولا أنا بتمنى أنه أنتظر أن لا تكون هذه الواقعة هي واقعة ارتبطت بمناسبة حدثت والجميع يعني عبر عن استهجانه واستنكاره لها وتنسى بمجرد أن تمر الأيام معها. أتمنى أن تظل هي واقعة تخدم ما سبق من وقائع وتمنع ما أن ارتكاب أخرى بعدها في إطار وضعها كأولا قضية رأي عام وبذل كل الجهود الذي من شأنها فعلا أن تحد أو توقف ارتكاب مثل هذه الجرائم. طيب أستاذة مها، القانون اليمني الآن. القانون اليمني كنصوص ومواد هل ينصف هؤلاء الضحايا ويعالج هذه القضايا؟ القانون أولا احنا في السياق العام لكل ما يرتكب في إطار الجرائم أو العنف المنزلي وما يرتكب في إطاره من جرائم هي لا يوجد تقنين ولا يوجد قانون يقرر مثل هذه الوقائع، وبل أن القانون قد يتماهى مع الجناه ومرتكبي هذا الفعل في إطار الاستجابة إلى الثقافة المجتمعية. إنما حق الضحية وحماية الضحايا هو لا يوجد قانون يكفل أو يعبر صراحة أن مثل هذه الجرائم تحدث في الإطار الأسري في النطاق الأسري، لأنها نحن طالبنا وظل العمل على وضع قانون للحماية من العنف المنزلي والأسري من سابق، ولكن للأسف حدثت متغيرات كثيرة مما أوقفت عمل العمل في مناصرات هذا القانون. أستاذة مها، أستاذة مها، القانون اليمني لا يوفر الحماية الكافية لضحايا العنف من النساء بشكل عام وخاصة العنف المنزلي. طيب وفق القانون الحالي الموجود معنا، ما الذي تتوقعي أن تنتهي عليه القضية؟ وإذا كانت هناك عدالة يعني يجب أن تكون هنا الدور الفاعل للمؤسسات القضائية في تطبيق القانون ووضعها كجريمة أولا تستنكر في سياق مجتمعي واسع، وهذا الاستنكار يظل العمل عليه ليصل بصوته إلى كل بيت، وبنفس الوقت كمان تكون هناك إجراءات قضائية فاحصة لارتكاب مثل هذا العنف، ألا يتم تكييفه في أي نطاق خارج نطاق الجريمة التي يعاقب عليها القانون. طيب أستاذة مها، وأنا أشاهد وأنت تتحدثي هناك صور مرافقة على الشاشة من هذه الجريمة، يعني تبحث عن إجابات، يعني مثلا القتلة هم أشقاء إصباح من أبيها وأمها، يعني الآن المدافعين عن قضية إصباح شقيقها جمال وشقيقها عبد العزيز هم من الأب فقط، هذه الأسرة سواء الأب أو الأم يعني أين مشاعرهم؟ مثلا الصورة التي الآن على الشاشة وهي تمسك بهذه العبوة التي فيها السم ويجعلها تشرب السم ويصور، بأي دوافع إنسانية ما الذي يفكر به؟ يعني لا، هنا ليس هناك أي دوافع لجريمة الارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء. الفكرة أننا من ارتكب هذا الجريمة من هو مناط بحماية إصباح، وكما غيرها من كانوا في جرائم سابقة من يرتكب هذه الجرائم من هو مناط به حمايتها، حماية هذه المرأة وهذه الفتاة التي هو أصلا ضمن فرد الأسرة، فكيف به أن يكون في واقعة مثل هذا ولا يوجد أي دوافع للأسرة يمكن تبريرها في ارتكاب مثل هذه الجرائم أو أن تصل إلى مستوى الجريمة في التعامل مع معالجة الشؤون الخاصة للأسرة، لا أن لا تصل إلى مستوى الجريمة خاصة، وإنه قد مررت كثير من أو مررت بالأصح كمان كثير من الجرائم دون التعامل معها، لذلك وتنتفى أي دوافع يكون من شأنها إزهاق حياة
إنسانة في سبيل ثقافة أو في سبيل غريزة ذكورية بحتة تريد أن تسلط إرادتها على حياة الإنسان التي هي الفتاة مثل إصباح أو غيرها من الجرائم السابقة. أشكرك جزيلا أستاذة مها عوض رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني، كنت معنا من عدن. وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا المحامي عمر الحميري من تعز. أهلا بك أستاذ عمر. مرحبا أخي الكريم ومرحبا بضيوفي قناتكم ومشاهدين أيضا. أستاذ عمر، التوصيف القانوني ونظرتك لقضية إصباح مهدي من الزاوية الحقوقية، تفضل. أخي الكريم، قضية إصباح حالها مثل كثير من القضايا المشابهة الناتجة عن مفهوم خاطئ للقانون واعتقاد بأن القانون يحمي من يرتكب جرائم تحت مبرر أنه يحمي الشرف ويدافع عن الشرف، ويتم التوسع في هذا الجانب ويتم ارتكاب جرائم وفظائع في حق من يفترض أن هؤلاء الأهالي يقومون بحماية هؤلاء الأرحام من النساء، من الأخوات، من الزوجات. هناك فهم خاطئ، هناك تقاليد، هناك مفاهيم اجتماعية مغلوطة، هناك ضغط نفسي يحدث على الأشخاص ربما ينتج هذه الجرائم. العوامل المسببة بالجريمة كثيرة، ولكن من ناحية القانون نقول أن القانون اليمني لم يحمي هذه الجرائم بشكل كما يتم تصويره وكما يكون هناك مفهوم خاطئ لهذه النصوص القانونية. القانون اليمني نص في المادة 232 على أنه يحق للزوج في حال ضبط زوجته أو مفاجأتها متلبسة بارتكاب جريمة الزنا وقام بقتلها أو اعتدى عليها اعتداء يفضي إلى الموت أو أصاب بعاهة مستدامة، فإنه يكون معفي من القصاص ولا يكون عليه عقوبة إلا السجن لمدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة. وأضاف القانون اليمني استثناء على القوانين المشابهة التي نصت على هذه الحالة، هناك إضافة أضافها القانون اليمني أنه أيضا يحق لأي شخص أن إذا ضبط إحدى محارمه من الأصول المقصود بهذه أمه أو جدته مثلا أو إحدى فروعه بناته مثلا أو إحدى أخواته إذا ضبطها متلبسة بجريمة زنا يحق له أن يقوم بقتلها وقتل من يرتكب هذه الفاحشة معها. هذا النص القانوني، هناك نصوص قانونية مشابهة في القانون المصري المادة 337، هناك نصوص مشابهة ولكنها حصلت هذا الأمر بين الزوجين. هناك تساؤلات، لماذا يتم منح هذا الحق للزوج دون أن يكون للزوجة أيضا من حقها إذا وجدت زوجها مثلا متلبسا بارتكاب جريمة زنا مع امرأة أخرى؟ هذا من جانب. من جانب آخر، إذا قلنا بأن الأساس القانوني أو الشرعي الذي يبيح مثلا للزوج في حالة أنه تفاجأ ووجد مرته وجد زوجته مع رجل آخر متلبسا بجريمة زنا وكان بدافع الغضب، بدافع الغيرة، بدافع أنه لم يتمالك أعصابه وقام بارتكاب جريمة القتل، فإن هذا المبرر ممكن أن نقول أن أساسه القانوني هو أن المحصن في الشريعة الإسلامية جزاؤه القتل رجما. ولكن هذا الحكم لا ينطبق على الأرحام من النساء غير المحصنات، ولكن القانون اليمني عمم هذا الحكم على الجميع من الأرحام وأتاح للرجل صلاحية كبيرة أن يقوم بنفسه بارتكاب هذه الجريمة. طيب حتى نحن نتحدث الآن عن طفلة، عن طفلة ضحية، يقال أنه التقرير الطبي أثبت عذرية هذه الطفلة وانتفاء تهمة الشرف. في هذه الحالة ما الذي يمكن أن يحدث بحق الجنى؟ جريمة جرائم القتل دفاعا عن الشرف هي عبارة عن عذر قانوني من الأعذار القانونية التي أباح المشرع أن يكون هناك القتل نظرا للظروف المخففة للجريمة، ولكن هذا الأمر يشترط له ثلاثة شروط إضافة إلى جميع أركان الجريمة الأخرى، جريمة القتل. يشترط لتوفر هذه الحالة أن يكون هذا الرجل معفيا من العقاب وأنه يحق له ارتكاب هذه الجريمة والقتل دفاعا عن الشرف كما يدعي، أن يكون هناك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل هو الزوج، وأضاف القانون اليمني استثناء على القوانين الأخرى أن يكون إحدى المحارم، أن يكون هذه الجريمة مرتكبة مع إحدى محارمه. الشرط الآخر أن تكون متلبسة بارتكاب جريمة زنا، أي أنه يجب أن يكون هناك رجل آخر
من غير محارمها يقوم بممارسة الفاحشة مع هذه المرأة حال حضور هذا الرجل وشعوره بالغيرة وقيامه بالقتل. أي أن هناك ثلاثة شروط: أن يكون هذا الرجل هو من الزوج أو المحارم، وأن يكون القتل أثناء التلبس بكلمة زنا، وأن يكون حالا القتل. هذا الأمر لا ينطبق على الكثير من الجرائم التي يتم استغلالها هذه الثغرات القانونية والفجوة الواسعة لارتكاب جرائم تحت مبرر أنهم يدافعون عن الشرف. القانون اليمني ضبط هذا الموضوع في حالة محددة واستثناء من القوانين من التشريعات التي تجرم القتل، وهذه الأعذار تسقط إذا لم تتوفر شروطها كافة، وبالتالي يعود الأمر إلى القواعد الأصلية وهو عدم إباحة الدماء، وأن الإنسان معصوم الدم، ولا يحق لأي رجل أن يقوم بقتل إحدى محارمه أو زوجته تحت مبرر أنه يدافع عن الشرف دون أن يكون هناك توفر لهذه الشروط الثلاثة، وأن تكون الزوجة حال القتل وأثناء القتل تقوم بممارسة كلمة الزنا. هذا الأمر هناك فهم مغلوط، وهناك أيضا تساهل من جانب القانون بحيث يتم تقدير الأعراف والتقاليد. هناك أيضا نوع من الضغوط المجتمعية بحيث أنه في المجتمعات الأكثر تحفظا وتقاليدا والأكثر تعصبا. طيب سأعود لك أستاذ عمر وسنتحدث عن هذه الضغوط المجتمعية، كيف هي توفر الحماية للجنى، لكن عندما تكون هناك ضغوط مجتمعية وضغط رأي عام متضامن مع الضحية، ما الذي يحصل لهذه الضحية؟ هل يتم إنصافها؟ سأعود وأسألك في ذلك. أرحب بضيفنا الناشط الحقوقي لبيب ناشر من نيويورك. أهلا بك أستاذ لبيب. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك أخي سامي، وأهلا بالجمهور. أستاذ لبيب، ما هو دور المجتمع في تحقيق العدالة والإنصاف لهؤلاء الضحايا دون أن يحدث تهويل ودون إلباس هذه القضايا لباس العار والشرف وما إلى ذلك يعني كمبررات؟ في الحقيقة هو العدو الأساسي للطفل في بلدنا وللمرأة للأسف الشديد، أو المبرر الذي يجعل كل الجرائم هذه تحصل، هي المؤسسة الاجتماعية الثقافية الموجودة في البلد، هي المصدر الرئيسي للقوانين. أغلب أعضاء مجلس النواب الذي شرعوا تلك القوانين هم من مشايخ القبائل، إذن هم من أعمدة المؤسسة الاجتماعية الثقافية اليمنية الذي أعطوا القانون أو شرعوا القانون المادة رقم 52 من القانون العقوبات اليمني، والذي ينص كما قال الأخ المحامي على أن لا يؤخذ الوالد بولده، وهذا جاء طبعا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لا يقتل الوالد بولده. وعلى فكرة هذا الحديث تم يعني التشكيك فيه، وكان للإمام مالك رأي واضح فيه، وقال إذا كان القتل عمدا يجب أن يقتل الوالد بمن؟ بولده. فالمادة 52 من القانون العقوبات والجرائم اليمني هذه هي البوابة الذي ينفذ من خلالها كل المجرمين والقتلة من الآباء والأمهات في داخل مجتمعنا اليمني. على الرغم من أنه الجمهورية اليمنية موقعة على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، وعلى الرغم من أن أي حركة انقلابية أو سلطة أمر واقع تتولى أو يتغير أي نظام، حتى لو لم يكن النظام الحاكم حاليا هو نفس النظام الذي وقع على تلك الاتفاقيات، إلا أن هذا لا ينفي التزام اليمن بهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها، واليمن موقع على اتفاقيات حقوق الإنسان لعام 98، وموقعت على البروتوكول الذي صدر في يناير عام 2000، والبروتوكول الذي صدر في فبراير، البروتوكول الثاني الملحق الذي صدر في فبراير عام 2000 أيضا. طيب أستاذ لبيب، عندما حصل أو حدث مؤتمر الحوار الوطني نوقشت الكثير من قوانين البلد، هذه القوانين التي ربما يقال أنها لا تنصف المرأة وهؤلاء الضحايا الضعاف، لماذا لم تناقش هذه المواد؟ لماذا لم ينظر إليها لتعديلها، لحذف ما يمكن أن يكون ضد هؤلاء الضحايا، إضافة مواد أخرى كما كانت قالت ضيفتنا في عدن من عدن في بداية الحلقة أنه مطلوب إضافة مواد أخرى؟
في 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 مؤتمرات الحوار لا يعني في مؤتمر الحوار لا كان من الصعب انهم ينفوا او يعدلوا قانون اعتقد تم اقراره في من مجلس، اعتقد انه كان يجب اجتماع مجلس النواب او ترحيل مثل هذه المواد الى 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 البرلمان العام لاقراره. على كل حال اخي الكريم، نحن هنا في صدد جريمتين ليست جريمه واحده. اولا انا اسمع النقاشات في الحلقه واشوف يعني وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن قضيه شرف، اي قضيه شرف يتحدثون عنها؟ هذه طفله دون سن 18 عام. في البدايه اي عمل او فعل يكون فيه اخلال بالاداب بحاله الاداب العامه، لا اقول شرف، لا ينطبق كلمه شرف على طفله عمرها 13 سنه. إذا حصل هذا الفعل مع رجل أو ذكر أو شاب فوق سن ال 18. طيب أستاذ لبيب، سؤال أخير في آخر دقيقة أشكرك، كيف يمكن أن ننصف إصباح؟ يجب أن يتحرك المجتمع، يجب أن يتحرك المجتمع، يجب أن يدفع المجتمع بسلطات صنعاء بأن تعاقب هؤلاء وأن لا يفلتوا من الجريمة مثل ما فلت قاتل مآب، مثل ما فلت قاتل بنت الأسدي. يجب أن يتم تحرك، يجب أن يتحرك المجتمع، ويجب أن يفرض عليهم إعدام هؤلاء القتلة بأسرع وقت. هؤلاء تلذذوا بقتل أختهم، هؤلاء عذبوها قبل أن يقتلوها. أشكرك أستاذ لبيب ناشر ناشط حقوقي، كنت معنا من نيويورك. أعود للأستاذ عمر الحميري المحامي من تعز. تقول أن الضغوط المجتمعية تؤثر في مسار القضية على حساب الضحية، لكن الآن هناك تضامن وقضية رأي عام مع إصباح مهدي، كيف يمكن استثمار هذه الحالة لإنصافها؟ ووفق متابعتك الآن كيف تسير مجريات هذه القضية؟ نعم أخي الكريم، عندما يستوعب المجتمع أن هناك جريمة وحشية وأن هناك انتهاك لحقوق الإنسان وأن هناك جريمة لا غير مبررة، وإن تم وصفها بأنها جريمة شرف عبثا وهو لا ينطبق عليها مسمى جرائم الشرف كما تكرم الضيف الكريم، هنا تعود الأمور إلى نصابها القانوني، لأن الأعذار القانونية هي استثناء والاستثناء لا يقاس عليه في القانون. هنا يجب العودة في هذه القضية، قضية إصباح، إلى القواعد العامة في القانون الجنائي اليمني، وهي أن هذه الجريمة جريمة قتل عمد مورست بوحشية شديدة وأحدثت فزعا لدى المجتمع، وتم أيضا إضافة إلى هذه الجريمة الوحشية التبرير بمبررات تثير أيضا مخاوف الناس من أن هناك قانون يبيح هذه الجرائم وأنه يدافع عنها ويحميها. نعم هناك خلل قانوني، هناك تعديلات يجب أن تحدث، ولكن بشكل عام القانون اليمني يحمي هذه الضحية ويحمي حق الناس في الشعور بالأمان عندما نطبق. طيب الآن عنوان الحلقة أستاذ عمر، عنوان الحلقة هذه من قتل إصباح؟ الآن وفق القانون من هم المتهمون بقتل إصباح؟ من قاموا بقتل هذه الضحية هم المباشرون الذين قاموا بمباشرة جريمة القتل، سواء من قام بتجريعها السم، سواء من قام بخنقها وشنقها، سواء من قام بتعذيبها بوحشية. تقرير الطب الجنائي ربما يستطيع تحديد، الطب الشرعي ربما يستطيع تحديد السبب المباشر الذي أدى إلى الوفاة، وربما تكون هذه الأسباب جميعها متعاضدة وأدت بمجموعها إلى الوفاة. هؤلاء جميعا ممارسوا هذه الأفعال، هم مباشرون ومتمالئون، وأيضا من كان حاضرا من مسرح الجريمة من أهلهم أو من أقاربهم، وسواء من قدم مساعدة سابقة بإخفائها مثلا بتكتيم الأمر بإغلاق المنزل، أو من قام بتقديم السم، وأيضا من قام بتقديم مساعدة لاحقة بإخفاء الجثة مثلا. وهناك أيضا محرض وهو يعتبر مشارك بجريمة القاتل وهو الأب. هذه الجريمة وفقا لما تصلنا من معلومات هذه جريمة متكاملة، جريمة قتل عمد يعاقب عليها القانون اليمني. وهناك أيضا مخاوف من أن يتم العفو من قبل أولياء الدم كونهم أسرة واحدة، ولكن القانون اليمني فيه مندوحة لمثل هذه القضايا من أن تضيع، لأن هناك أباح للقاضي أن يحكم بالتعزير. كيف يمكن أن يكون عفو؟ يعني القتلة هم إخوتها يعني، والمتهم أبوها أيضا، كيف يمكن أن يعفو أنفسهم؟ إذا
إذا كان المتهم لا يملك حق العفو، ولكن إذا كان هناك من أقاربهم من شعر بالتعاطف أنه لا يريد خسارة آخرين من أسرته من غير المتهمين، فإنه يمكن أن أنه يملك حق العفو. ولكن طيب سؤال أخير، المتهمين سؤال أخير أستاذ عمر في آخر دقيقة، بالحكم بالإعدام تعزيرا وليس قصاصا، وهو من طالبه أن يفلت من العقاب لأنه خارج حدود البلد؟ هناك اتفاقية أمنية، هناك اتفاقية أمنية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية لتسليم المطلوبين أمنيا، وحدثت وقائع وحدثت حالات مشابهة إذا قامت النيابة العامة بتوجيه مذكرة، ولكن نعتقد أنه مع ظروف الحرب ربما يمتنع ذلك، ولكن المملكة العربية السعودية نظرا لأن هذا الجاني متواجد على أراضيها وخشية فراره إلى دولة أخرى، ولأنه أصبح مجرما مرتكبا لجريمة رأي عام، جريمة قتل وحشية، نطالب السلطات السعودية بأن تقوم باحتجاز هذا الرجل وتسليمه إلى السلطات اليمنية بغض النظر عن حالة الاحتراب وحالة العداء، لأن هذه القضية قضية رأي عام، هذه قضية تمس الإنسانية ويجب أن نأي بها عن كل الحسابات العسكرية والسياسية. وأيضا نطالب النيابة العامة ونطالب أعضاء النيابة العامة أن يقوموا بتطبيق القانون وأن لا يتيحوا لهؤلاء الجنات فرصة الهروب، وأن يطالبوا بالحكم على هؤلاء بالقتل تعزيرا، بالإعدام تعزيرا، ولا لا أن يكون قصاصا، لأن القصاص يمكن العفو عنه، ولكن الحكم بالإعدام تعزيرا لا يمكن العفو عنه من أحد الأقارب، وهو ما نطالب به، لأن أسباب الحكم بالتعزير متوفرة، وهي أن هذه الجريمة ارتكبت بوسيلة وحشية وأنها أرهبت المجتمع، وبالتالي هناك ما يكفي من نصوص قانونية لتطبيقها على هذه الحالة حتى لا يتم التساهل مع أرواح الضحايا. ونستغرب أن القانون اليمني ينص في المادة 231 أن الإنسان معصوم الدم، وعدد حتى الإنسان المستأمن وغير المسلم أنه معصوم الدم، ثم يبيح في بعد ذلك أنه يحق قتل أحد المحارم لسبب معين، ولكن هذه الشروط لم تتوفر، وهو ما يجب تعديل هذا النص القانوني بحيث يكون أكثر وضوحا، وحتى لا يتم استغلاله من أحد من يريد استغلال القانون لتغطية وحشيته والإطاحة بكل الأعراف والتقاليد الإنسانية. أشكرك جزيلا أستاذ عمر الحميري محامي، كنت معنا من تعز عبر الأقمار الصناعي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني، نلقاكم في الغد وحلقة جديدة، كونوا بخير.